ما تركز معايا يا معتز بدل ما انت مركز مع السكر. ايه ده؟ انت خدت بالك؟ بس انا بحب اشربه مسكر حبتين. حبتين؟ حبه واحده ما قلناش حاجه، لكن حبتين كده كتير. وبعدين كده مش هيبقى شاي، ده هيبقى مربى. هو المفعول يبقى دبل، مننا نظبط دماغنا ونظبط معدتنا يا معلم. كشافات واحده على النبي لو سمحت. طلب عامل مسعود يا احمد بسرعه. نرجع بقى لكلامنا. انا عايزكم تفتحوا مخكم معايا على الاخر. انتوا من النهارده هتشتغلوا معايا وتوصلوا اوردرات، وحساب كل اوردر منهم على حسب الطلب اللي انتوا طالعينه والمنطقه اللي انتوا رايحينها. تمام؟ تمام يا عم علي. طب بقول لك يا معلم، ما تخلى قبض ثابت وخلاص. ثابت ايه يا ميزو؟ هو انت شغال موظف في البريد ولا ايه؟ وبعدين يا رجاله ما تنسوش كمان التبس اللي هيطلع لكم من كل عميل، وانتوا شطارتكم بقى واسلوبكم الحلو. ها؟ طب بقول لك ايه يا عم علي؟ انت وشك سمح وكلامك دخل دماغي من الاخر، بس بامانه كده بيني وبينك انا عاوز نبقى بالنسبه، اهي العمليه تبقى موزونه حبتين. وانا والله ما هزعلكم، ونقول 3% من ثمن كل اوردر، ورزق ورزقكم على الله. هو ده الكلام. روح الله يرزقك يا شيخ. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه.